يا مساء الجمال، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بكل خير. اهلا وسهلا بيكم مع وصفه جديده من مطبخ نايف فاروق. النهارده هنعمل مع بعض الفايش الصعيدي او الكحك والقراقيش. جبت لكم الطريقه من قلب الصعيد نفسه. الكحك يا جماعه اللي وجوده في بيوتنا بيرتبط بالخير والافراح. هقول لكم ازاي تطلعوا بالقوام الجميل المثالي اللي قدامكم ده، هقول لكم على الخطوات، بس امشوا معايا خطوه خطوه وهتطلع معاكم النتيجه مفرحه ومبهره من اول مره. هقول لكم على طريقه التخمير الصحيحه للكحك، وهقول لكم كمان على طريقه العجن الصحيحه، وازاي تحصلي على عجينه مثاليه للفايش الصعيدي، وكمان ازاي هتخمروه بالطريقه الصحيحه، وكمان ازاي هتطلعوه وتشكلوه بالشكل الجميل اللي قدامكم ده، وازاي هيطلع معاكم باللون الجذاب الصحيح ده والقوام الحلو ده، وكمان ازاي هنعمل كحك وقراقيش هتكون معانا دايبه ومقرمشه. هقولكم على درجه الحراره المثاليه للقراقيش، وكمان ازاي يطلع معاكم بالقوام الجميل الاسفنج ده بدون اي فراغات. هقول لكم على كل اسراره وتركاته، بس امشوا معايا خطوه خطوه وباذن الله هتعملوه ناجح وجميل من اول مره. هنبتدي الاول بعمليه التخمير. انا محتاجه برطمانه تكون مغسوله وناشفه كده ونظيفه، وكمان هنحتاج كوبايه مليانه من الحليب المغلي، وكمان ملعقتين من الحمص. الحمص ده انا مدقدقاه او ممكن تجرشوه في المطحنه، بس المهم ما تنعموهوش زي الدقيق، هيكون مجروش. وهتحطوا فيه 9 حبات او 10 حبات من الفلفل الاسود. عارفين الفلفل احنا مش هنحطه مطحون يا جماعه، غلط، لازم نحطه حبيبات. هنصب الكوبايه المغليه بتاعه الحليب على الحمص وعلى الفلفل الاسود، وهندوبهم كده بالملعقه، يا دوب تقليبتين مش كتير علشان ما يبردش معانا الحليب، انا عايزاه سخن. وهنقفله قفله محكمه جدا جدا كده. كوبايه الحليب دي كبيره يا جماعه، ممكن تكون مج ونص من المج العادي بتاعكم، دي كوبايه كبيره. وبعد ما هنقفلها هنشيلها كويس كده ونلفها في قماشه تكون تخينه جدا، ممكن في بطانيه او اي قماشه تكون يعني ما فيهاش سلك صناعي، المهم تحتفظ بدرجه الحراره. وهنلفها كويس قوي ونخبيها من الهواء اكننا بنخبي بيبي. هنشيلها في مكان دافي جدا، انا احتفظت بيها في الدولاب لانه ادفى مكان كان عندي. اهم حاجه يا جماعه ما تحركوهاش اطلاقا من مكانها. تاني يوم بقى بعد ما مر 24 ساعة بالظبط عليها، لقيتها بالقوام والشكل اللي انتوا شايفينه ده، هي دي الطريقة الصحيحة للتخمير. لازم تكون الخميرة مفصولة قدامك، بصوا احسبوا 24 ساعة، انا عملتها في الصبح وتاني يوم الصبح لقيتها بالشكل ده، عشان تبتدوا تشتغلوا فيها من اول اليوم لانها بتاخد وقت معاكم العجين والتخمير. بصوا بقى في طبق تاني، انا جبت حوالي 3 كوبايات من الدقيق او 4 كوبايات، مش هتفرق حسب كمية الدقيق اللي هتعجنيها، وحطيت عليهم كوباية من المية الدافية، مش مغلية، دافية بس، وعجنتهم كويس كده. والمفروض اني احط الخميرة عليها دلوقتي، طبعا من كتر ما هي اختمرت البرطمان ما رضاش يتفتح معايا خالص، فانا طبعا فصلت الكاميرا وغسلت ايدي وبعدين فتحت البرطمان وخدت كل الخميرة اللي جواه وضفتها للعجين، وهبتدي ادمجهم مع بعض كويس خالص. وهنبتدي دلوقتي ننقي الفلفل الاسود اللي احنا حطيناه في الخميرة، خلوا بالكم علشان ما يطلعش مع حد وانتوا بتاكلوا يعني يطلع في سنانكم، طبعا ما ينفعش خالص. فاحنا بنشيل الفلفل الاسود من العجينة، شايفين انا بنقيه حباية حباية وبشيله. الفلفل ده يا جماعة بيساعدني ان الخميرة تسخن معايا وتنشط بسرعة، وخصوصا لو الجو بارد معاكي. تمام، انا لفيت العجينة زي ما انتوا شايفين، لازم يكون القوام بتاعها سايل كده، يعني ما يكونش سايل قوي ولا تقيل. هغطيها دلوقتي وهسيبها في مكان دافي علشان تخمر، انا خدت معايا حوالي 2 ساعة لغاية ما خمرت معايا. تمام، بعد 2 ساعة انا رحت اخدتها، لقيتها زادت طبعا وفيها فقاقيع هواء كتيرة، فده دليل على انها خلاص اختمرت. هي ما بتزيدش قوي، يعني بتزيد ممكن التلت. بعد كده هجيب طبق طبعا وهحط فيه كمية الدقيق اللي انا هعجنها، انا حطيت حوالي 12 كيلو من الدقيق، وحطيت عليه حوالي 5 ملاعق من السمسم المتحمص، والسمسم لازم يكون متنقي ونضيف. دلوقتي هنضيف حوالي 1/2 ملعقة من المحلب، انا طحنت 1/2 ملعقة دي مع 1 ملعقة من السكر لانها ما بتطحنش كويس بدون سكر، وهضيف حوالي 3 ملاعق من الكركم،
وهنضيف 5 باكت من الفانيليا. ما تزودوش الكركم زيادة علشان العجينة ما تطلعش غامقة معاكم، يعني الثلاث ملاعق كانت العجينة مثالية معايا، ولا هي خفيفة ولا هي تقيلة، يعني اللون كان حلو قوي. وحطيت نص ملعقة من الملح وكمان ملعقة تاني كبيرة من السكر. المفروض اني احط طبعا للعجين ده كله ملعقتين سكر، انا حطيت ملعقة دلوقتي وملعقة من السكر طحنت بيها المحلب. ما تزودوش المحلب عن نص ملعقة يا جماعة، لان يعني كتر المحلب بيخليها ممكن تمرر معاكي. كمان ما تزوديش الكركم علشان لما تزوديه بيطلع العجين غامق قوي معاكي. انا قلبتهم كويس كده زي ما انتوا شايفين، وبعدين هبتدي اضيف الحليب وهو دافي. مينفعش اضيف الحليب وهو بارد او وهو مغلي، لو مغلي هيبوظ لي الخميرة، ولو بارد هتبقى العجينة مش نشطة معايا. انا ضفت كمان دلوقتي نص كوباية من السمنة الدافية، يعني لازم تكون سايحة مش مغلية. ودلوقتي هنضيف كمان الخميرة اللي احنا خمرناها في الطبق، هنضيفها دلوقتي وهندمج كله مع بعضه. بصوا بقى يا جماعة، ال 12 كيلو من الدقيق انا اخدوا معايا حوالي يعني ما بين 5.5 ل 6 كيلو من الحليب. يعني انت لو هتعجيني زي ب 12 كيلو من الدقيق، هاتي حوالي 7 كيلو مثلا من الحليب وخليهم دافيين جنبك، وحطي 5 كيلو من الحليب الاول وابتدي اعجني شوية شوية، وشوفي هتلم معاكي العجينة قد ايه. يعني لو احتاجت يعني ضيفي كوباية كوباية، ما تضيفيش مرة واحدة. وهنبتدي نعجن العجينة زي ما انتوا شايفين كده. الاول هندمج طبعا المكونات وندوبهم، وبعدين هنبتدي نعجنها كويس خالص. بصوا بقى يا جماعة، العجينة يعني لازم تاخد حقها في العجن. كل ما تخدمي العجينة كويس هيطلع معاكي ما فيهاش فراغات ولا فيها اي مسام، هتطلع معاكي بالقوام الجميل اللي قدامك ده. اعجني العجينة كويس. انا فضلت اعجن فيها للامانة، اخدت معايا اكتر من تلت ساعة. ما تستغربوش، ايوه هي بتاخد وقت معانا في العجن، بس لازم النتيجة تكون في النهاية زي ما انتوا شايفين، عجينة جميلة وناعمة ومتماسكة. لازم تكون متماسكة يا جماعة، ولما تشديها كده ما تتقطعش معاكي، وتكون في ايدك كده زي اللبانة، ما تكونش طرية، بتكون زي اللبانة. وبيكون لها عرق يا جماعة، لان احنا بنستخدم انضف نوع من الدقيق. انا استخدمت الدقيق اللي هو 7 نجوم. كل ما يكون الدقيق نضيف وحلو وغالي هيكون معاكي النتيجة حلوة ومفرحة. انا حطيت ربع كوباية من السمنة السايحة. لازم تختمي العجينة بربع كوباية من السمنة علشان يبقى ريحتها سايحة كده وحلوة معاكي، وانتي حتى بتلميها بتبقى مفحفحة وجميلة. يعني ريحة السمنة مع ريحة الحليب بتبقى جميلة جدا. انا طبطبت على الوش كده بملعقة من السمنة علشان ما تشبكش زي ما انتوا شايفين كده، وشلتها في مكان علشان تتخمر معايا. انا حطيتها في الاوضة لان الاوضة كانت ادفى مكان، اخدت معايا حوالي 3 ساعات على ما اختمرت. معلش هي بتاخد وقت شوية، بس غطيها كويس قوي، لو عندك بطانية غطيها. وبعدين هتطلع بالشكل اللي قدامكم ده دلوقتي، ده بعد ما اختمرت طبعا. بعدين هجيب الصاجات وهدهنهم بسمنة، وبعدين هدهن ايدي بالسمنة وهبتدي اصبعهم زي ما انتوا شايفين. هي اتزحلقت عشان ايدي فيها سمنة طبعا. هنعمل اصابع دي اللي هنعملها قراقيش. هنعمل صوابع حلوة قوي كده، يعني ما يكونش يفضل حجمها كبير او حجمها صغير قوي، يعني الحجم الوسط بيكون مثالي. لو صغيرة قوي ممكن تبقى ناشفة معاكي او تتكسر لما تستوي، ما بتبقاش جميلة. صغيرة قوي بصراحة، انا جربت كله، الصوابع الوسط هي اللي بتبقى جميلة. تمام، دلوقتي هنبتدي نعمل الكحك. هناخد كور كده ونقسمها. انا طبعا في البداية قسمت العجينة على كذا طبق، يعني حطيت في طبقين غير الطبق العجاني الكبير اللي كان معايا، لان العجينة بتدي خير كتير وبتخمر وبيتضاعف حجمها بشكل كبير جدا، يعني بيتضاعف يعني اكتر من الضعف. تمام، بعمل زي ما انتوا شايفين كده اقراص. ولو هتعملي كحك بتجيبي كوباية صغيرة كده او فنجانة او اي حاجة مدورة وتدهنيها سمنة وتقطعي بيها علشان نعمل الفراغ اللي في النص ده. وبعدين بسويه بايدي، لان بعد ما هيختمر معايا ممكن يتقفل او يتسد معاكي، فانت بتزودي الدايرة بايدك وهي مدهونة سمنة زي ما انتوا شايفين كده. انا بوسع الدايرة بايدي وهي مدهونة سمنة علشان لما تخمر ما تقفلش معايا. ده شكل. وهنعمل دلوقتي شكل تاني.
هنعمل شكلين تاني، يعني هعمل معاكم اكتر من شكل. دي الاشكال يا جماعة اللي احنا متعودين عليها من ايام ماما وتيتا الله يرحمهم، كنا بنعمل الاشكال اللي قدامكم دي، بيطلع شكلها حلو قوي وبيدينا يعني طابع كده الكحك بتاع زمان الاصلي بتاعنا الجميل. الكحك ده وجوده في البيت بيرتبط بالافراح وبالخير وبالاعياد. ربنا يجعل يعني يا رب دايما بيوتنا مليانة بالخير وبالافراح والاعياد. جربوه يا جماعة، يعني ما تخافوش هيطلع معاكم نتيجته حلوة قوي، ما تخافوش يعني اعملوه على ضمانتي بجد بجد. ريحته وطعمه روعة روعة روعة، مهما حكيت لكم مستحيل تحسوه غير لو جربتوه. انا بفرق على الحبايب طبعا، كل اللي خده بصراحة يعني بينبهر بيه. انا مش عايزة اشكر كتير في نفسي عشان ما تفتكروش ان انا ببالغ، لكن للأمانة للأمانة طعمه وريحته حاجة من الآخر، حاجة تحسسكوا كده بالخير والأصالة بتاعت زمان. بنقطعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ممكن بالقطاعة دي او ممكن بأي قطاعة عندك، ما تغلبيش نفسك، ممكن بالسكينة، ادهيني السكينة سمنة وقطعي بيها. ده شكله يا جماعة، هنسيبه طبعا يختمر، ودي اخر مرحلة من التخمير. معلش هو بيمر بأربع مراحل من التخمير، انا حطيته في الأوضة علشان الأوضة دافئة قوي عندي، فانا حطيته عشان يخمر على الصاجات زي ما انتوا شايفين. ودي الكمية اللي طلعت معايا من 12 كيلو دقيق. على فكرة الصاجات دي كبيرة جدا يا جماعة، مش الصاجات اللي هي 30 في 40 بتاعتكو، دي صاجات حجمها قد الفرن اللي هي بتاعت البوتاجاز الخمسة شعلة. بسيبه يخمر معايا في الأوضة بياخد حوالي ساعتين، وبيطلع معاكم بالنتيجة الحلوة قوي اللي قدامكم دي. هدخله بقى في الفرن عشان يستوي على الرف اللي هو من فوق خالص، مش الاوسط، اللي فوق خالص، عشان يبقى لونه فوق وتحت زي ما انتوا شايفين. انا للامانة ما ولعتش الشواية خالص، بس عشان كنت حطاه في اخر رف فوق، فكان عشان كان ضارب في السقف كان بيعكس الحرارة ويديني اللون الجميل اللي قدامكم ده. وده سر من اسرار التسوية يا جماعة. بدخله في فرن ساخن مسبقا طبعا على درجة حرارة الاول، على درجة حرارة 200، وبعد 7 دقايق بالظبط بوطي درجة الحرارة بنزلها ل 170، وبسيبه يستوي بياخد 10 دقايق تانيين، او ممكن ياخد 15 دقيقة. انتوا تابعوه ارجوكم، يعني حاولوا تتابعوه ما تغفلوش عنه، وبيطلع معاكم بالنتيجة المفرحة المبهرة اللي قدامكم دي. يعني التجربة خير دليل، انتوا شايفين بعينيكم تمام. لو انت الفرن بتاعتك واطية او درجة حرارتها مش عالية قوي، ممكن ياخد معاكي على درجة حرارة 200، ممكن ياخد معاكي اول 10 دقايق سيبيه، وبعد اول 10 دقايق ممكن توطي درجة الحرارة على 170 او 160 حسب درجة الحرارة بتاعتكم تمام. بس مش اوطى من كده عشان ما يتقرقش معاكم، احنا دي اول مرحلة للتسوية، لسه القرقشة دلوقتي انا هقول لكم عليها. بوريكم القوام يا جماعة، شايفين اللون فوق وتحت؟ بجد بجد يعني حاجة مبهرة ومفرحة. بصوا بقى المرحلة الثانية بقى من القراقيش، انا هقطعه وهسيبه كده على الصاجة لغاية ما يبرد خالص معايا، وبعدين هنرصه على الصاجة بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي على اول جنب. هدخله الفرن على درجة حرارة 150، مش اعلى من كده، وبعد اول ربع ساعة هوطي الفرن خالص خالص معاك، هخليها زي الشمعة. بصوا ده انا رصيته خلاص كده علشان اقرقشه، ركزوا معايا. اول ربع ساعة هيبقى على 150، وبعد الربع ساعة هوطيه جدا جدا لدرجة حرارة يعني ممكن 110 اوطى حاجة، وسيبيه براحته بقى، ممكن ياخد معاكي 3 ساعات او 4 ساعات عشان يتقرقش ويبقى حلو قوي معاكي ودايب. ما تستعجلوش ارجوكم علشان يبقى دايب وحلو معاكم. مش هنولع الشواية خالص، هنسيبه يعني بعد ساعتين هنقلبه على الناحية التانية عشان يبقى متقرقش معاكم على الناحيتين ولونه ذهبي وحلو من الناحيتين، فاهمين؟ يعني القراقيش انا بسيبها على الناحيتين، كل ناحية بتاخد معايا حوالي ساعتين، ما تستعجلوش عليه ارجوكم. شايفين الكحك يا جماعة؟ انا بوريكم الشكل بتاعه بيطلع منتفخ وجميل كده علشان سيبناه يخمر براحته وياخد راحته. شايفين انا هقطع لكم واحدة، انا كان صعبان عليا اقطعهم بصراحة بس لازم اوريكم من جوه. شايفين القوام حلو ازاي؟ يعني ناعم واسفنجي جدا جدا. طبعا اول ما يخرج من الفرن لازم تغطوه بقماشة نظيفة علشان يفضل معاكم يعني طري وجميل جدا. بصوا ده شكل القراقيش بعد ما خلاص يعني اتقرقشت معانا، بتطلع دايبة جدا جدا. انا كنت عايزة اسمعكم الصوت، مش عارفة سمعتوه ولا لأ،
بتبقى دايبة جدا جدا ومقرمشة، علشان انا سبته في الفرن على درجة حرارة واطية جدا جدا. انا بسيبه على المينيموم اللي هو 110 عندي، وكمان ممكن يكون اقل من 100. بسيبه براحته خالص يا جماعة، بسيبه 3 ساعات 4 ساعات براحته. تمام، شايفين اللون والقوام بتاعه، شايفين ما فيهوش فراغات ليه؟ علشان انا خدمت العجينة كويس وعجنتها حلو. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يجعل كل ايامكم اعياد وافراح يا رب. انا بحبكم قوي، وبجيب لكم كل الوصفات اللي ممكن تكون بتغلبكم او مش بتعرفوا تعملوها، عشان اسهل لكم الدنيا وتعملوا كل الوصفات وكل حاجة تنجح معاكم. ربنا يملى بيوتكم يا رب بالخير كده والعمار والافراح. بجد بجد طريقة الفايش الصعيدي دي انا معتمدها من سنين يا جماعة، واخدها من ماما وتيتا الله يرحمهم. جربوها بجد بجد بكل امانة على ضمانتي، هتطلع معاكم النتيجة ناجحة ومفرحة، وبجد بجد يعني حاجة من الاخر، من اروع واجمل الخبيز اللي ممكن تعملوه في حياتكم. نتيجته مضمونة جدا جدا، جربوه يا جماعة وما تخافوش، جربوا حتى ولو في 3 كيلو من الدقيق، هيطلع معاكم في منتهى الروعة والجمال. بتمنى من كل قلبي وصفتنا النهارده تكون عجبتكم. يلا بقى لايك وشير وكومنتات كتير عشان يوصل الفيديو بتاعنا لاكبر عدد من الاصدقاء، وباذن الله هنتقابل تاني في وصفات جديده ومختلفه ومتنوعه من مطبخ نانس فاروق.